السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم طلبتنا الأعزاء. إن شاء الله اليوم نشرح المحاضرة التاسعة من محاضرات الكورس الأول، واللي هي أيضا تتمة لمحاضرات العلاقة ما بين العلاقات الثلاثة، واللي هي ما بين السبيد والفلو والدنسيتي. أخذنا بالمحاضرة الثامنة ثلاث تمارين أو ثلاث إكزامبلات. أيضا بهاي المحاضرة راح أكمل وأنطيكم إكزامبلين، وإن شاء الله يعني إلى حد هنا نكون أنهينا كل شيء يتعلق بالسبيد والفلو والدنسيتي كاباسيتي ليفل أوف سيرفيس والعلاقات ما بيناتهم والموديلات الرياضية. فنكون أنهينا كل شيء يتعلق بها، وإن شاء الله بالمحاضرة الجاية نبدي نشرح أو ندخل في موضوع الجيومتريك ديزاين. فنبدي يعني وصلنا إلى الإكزامبل 4. The traffic data were collected at two points X and Y. بيانات مرورية تم جمعها بنقطتين، واللي هي نقطة X ونقطة Y. هاي النقطتين كان المسافة ما بينهم هي 1500 فوت. Six vehicles A, B, C, D, E, F. ست مركبات عبرت هذا السكشن، واللي هو من نقطة X إلى نقطة Y، واللي قلنا المسافة بيناتهم هي 1500 فوت. At intervals between each two successive vehicles of 3, 4, 3, 6, and 5 seconds respectively. يعني شنو قصدهم؟ يعني أكو interval، أكو مسافة، أو العفو أكو زمن، فترة ما بين كل مركبتين متعاقبة. يعني كانت أكو 3 سكند ما بين وقت عبور المركبة A ووقت عبور المركبة B، كان أكو 4 سكند هو الانترفال ما بين وقت عبور المركبة B والمركبة C، 3 سكند ما بين C والD، 6 سكند ما بين الفيكل دي وفيكل اي، واخيرا 5 سكند ما بين فيكل اي وفيكل اف. فكان يوجد انترفال ما بين المركبات المتعاقبه. Vehicles speed are 50, 45, 40, 35, 35, and 45 miles per hour miles per hour respectively. كانت انطانا سرعة المركبات، طبعا نبديها بسيارة vehicle A و vehicle B و vehicle C و D و E و F، فمنطينا السرعة مال المركبات. طالب من عندنا أربع مطالب. نبدي بالمطلب الأول واللي هو A، draw a schematic showing the locations of the vehicle entered the section X during the 20 second after the first vehicle passed this section. يعني ارسم فد شكل يوضح مواقع المركبات من دخلت الى نقطة X وبدت تمشي بالسكشن خلال 20 سكند بعد انه المركبة الاولى تعبر هذا السكشن. قصده من تعبر هذا السكشن معناته وصلت الى point Y، يعني بس راح نبدي ان شاء الله يعني نشرحها ونفهمكم اياها ونبسط الامور ان شاء الله. نجي على المطلب الثاني اللي هو بي، يريد التايم بين سبيد، يريد الفلو، ويريد الدنسيتي. فقلنا هنا عندنا المقطع كان يفصل ما بيناتهم 1500 فوت، فرسمنا اكس نقطة X ونقطة Y والمسافة ما بيناتهم 1500 فوت. أيضا ذكرنا بالسؤال إنهم هاي الست مركبات كانت بيناتهم أكو انترفال، ومنطين هذا الانترفال بالسكند ما بين سيارة A و B وما بين B و C والC والD والD والE والE والF، ومنطين سرعة المركبات، لذلك هنا تم تبسيطها بجداول لغرض توضيح السؤال أكثر.
فكانت الانتيار ما بين سيارة A و B هي 3 سكند مثل ما انطاها، وكانت 4 سكند ما بين B و C، و 3 سكند ما بين C و D، 6 سكند ما بين D و E، و 5 ما بين E و F. أيضا هنا سوينا جدول ثاني يوضح لنا السرعة مال المركبات مثل ما هنا نعطيها بمنطوق السؤال. راح نبدي بالحل. فده يقول لك draw a schematic showing the locations of the vehicle enter the section X during the 20 second after the first vehicle passed the section. فهنا راح نسوي راح نعتبر انه هذا هو مواقع المركبات. مثلا احنا بما انه دا يقول after the first vehicle passed this section، هو السكشن هو XY، passed this section معناته وصلت الى نقطة Y. من هي؟ اكيد اول مركبة، لان هي اول مركبة دخلت، بعدين ثاني مركبة B، يعني اول شيء سيارة A، بعدين سيارة B، بعدين C، بعدين D، بعدين E، بعدين F. وهذه هي الانترفال ما بين المركبات. فهنا موقع السيارة A، لأنه هو يقول عبر السكشن، فمعناته وصل هذا السكشن. من عبره معناته وصل إلى نقطة Y. بعد 3 سكند موقع السيارة B، 4 سكند موقع السيارة C، 3 سكند D، 6 سكند E، 5 سكند F. هسه راح نجي أريد نشوف هاي المواقع اللي إحنا يعني ثبتناها، هل هي صحيحة؟ هنحسب انه بما انه قال لي during the 20 second after the first vehicle passed the section، فحنعتبر انه هذا الزمن هو 20 second. هذا الزمن هو 20 second minus 3 second، حيطلع هنا بال 17 second وصل الى وصلت سيارة B. ماينس 4 سكند 13 سكند، ماينس 3 10 سكند، ماينس 6 4 سكند، ماينس 5 ناقص 1. شنو قصده ناقص 1 بيه؟ معناته بعد ثانية واحدة وتوصل سيارة F إلى نقطة X، يعني بالنسبة التايم مين سبيد، احنا قلنا التايم مين سبيد هو مجموع السرعة على عددهم، واللي ذكرناه بالمثال السابق. فأني هو منطيني بالسؤال مجموع السرعة مال كل مركبة، فحطيتهم هنا جمعتهم كلهم وقسمتهم على عددهم، لأن هي عندنا 6 مركبات. طلع لي التايم مين سبيد هو 41.67 مايل بير أور. نجي الفلو. الفلو هو القانون مالته 3600 على التايم هيدوي. الهيدوي هو نفس هذا الانترفال اللي هسه الفترات الزمنية ما بين المركبات اللي كانت معطى بالسؤال. فأني هاي الفترات الزمنية الانترفال أخذها كلها أجمعها وأقسمها على عددها، أطلع الأفرج أحطه بالمقام بمكان التايم هيدوي. راح أستعمل هنا بما أنه عندي أكثر من واحد تايم هيدوي واحد، لأنهم هي 6 مركبات، راح أخذ الأفرج مالتهم واللي هو مجموع هاي الانترفال أو التايم هيدوي على عددهم، فيطلع عندي القانون الفلو يساوي 3600 على التايم هيدوي او الافرج تايم هيدوي. هنا بهالحاله يطلع عندي الفلو هو 857 بيكل بير اور. الدنسيتي اني هنا حسبت بالخطوه سي الفلو، وبالخطوه بي حسبت السبيد. فالفلو 857 على السبيد 41.67، يطلع لنا الدنسيتي مساوي إلى 20.57 vehicle per mile. إلى هنا يعني طلاب ينتهي هذا السؤال.